السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا نلتقي في صحيح هذا التمرين، نبدأ بقراءة التمرين. التمرين يقول املأ الجدول التالي. نبدأ أولا بالسطر الأول، العدد الذري، ثم عدد الإلكترونات في السطر الثاني، ثم عدد الشحن الموجبة إلى غير ذلك. إذا لاحظوا قرب هذا الشيء خطركم. ونبدأ حنا بأيون الحديد الثالث. أيون الحديد الثالث ألور العدد الذري الزاد نتاعو كتساوي 26. هذه عقلوا عليها مزيان، اللي ما فهمش يرجع للدرس الاول تاع الذرات، الدرس الثاني عفوا. شحال عنده من الكترون؟ قلنا في الذره، في الذره عقل مزيان، في الذره كيكون عندنا عدد الالكترونات هو 26، هو الزاد، عدد الالكترونات هو الزاد. غادي نخليو هذا عدد الالكترونات في التالي باش نفهمو مزيان، نخليوه في التالي. عدد الشحن الموجبة في النواة، عدد الشحن الموجبة ما كيتغيرش سواء كان أيون أو لا ذرة، دائما هو الزاد أ. عدد الشحن الموجبة هو الزاد، دائما هو الزاد، هو 26، يعني هو 26 شحنة موجبة، 26 أ اللي كاين عندنا الشحنة الموجبة. شحنة الإلكترونات غادي نخليوها حتى التالي حتى نعمرو هادي، لأن شحال عندنا من الإلكترون؟ ما غيكونش عندنا 26 إلكترون، لأن ماشي ذرة، لو كان ذرة غيكون 26 الكترون و 26 شحنه موجبه، يعني هذا هو ذره الحديد. ولكن دابا عندنا ايون الحديد، شحنه النواه هو 26 أه. 26 هذه هي شحنه النواه. شحنه الايون هنا غادي نشوفوا، الا كتلاحظوا هنا عندنا اف او 3 بلس، اف او 3 بلس يعني شحنه الايون هي 3 أه. هي 3 شحن موجبه. لو كان عندنا 3 مو غنديرو ناقص 3 أ. شحنة الأيون دابا في هذه الحالة هو 3 أ، متفقين؟ ألور هذا الأيون فقد 3 د الإلكترونات، مشاو له هاد الذرة ديال الحديد فقدات، لأن عندي 3 بليس دونك فقدات 3 د الإلكترونات. ألور إلا كان عندي في الأول 26 إلكترون في الذرة، ملي فقدات 3 د الإلكترونات غيولي عندي غير 23 إلكترون. إذا عدد الإلكترونات هو 23. شحنة الإلكترونات تكون هي 23، خصني ندير ناقص لأن شحنة الإلكترونات سالبة، ناقص 23 أو. أو راكو عارفينها هي 1.6 × 10 ناقص 19 كولون، كتسمى الشحنة الإبتدائية. هاد أو كتسمى الشحنة الإبتدائية وهي 1.6 × 10 ناقص 16 أو ناقص 19 كولون. نمشيو عند أيون الكلور بلاتي علينا، الكودي عدد الإلكترونات هو 18، عدد الشحنة الموجبة في النواة هي 17، يعني الزاد ديالو كتساوي 17. ان الزاد كتعبر على عدد الشحن الموجبه في الايون، اما في الذره كتعبر على عدد الشحن الموجبه وعدد شحن سالبه. الوغ شحنه الالكترونات دونك باينه، اعطاك عدد الالكترونات هو 18، دونك شحنه الالكترونات هي ناقص 18 ان اعطاك عدد الالكترونات، عندنا 18 الكترون دونك غيكون ناقص 18. شحنه النواه، شحنه النواه ما كتغيرش، دائما عندي الزاد او يعني 17 او. شحنة الأيون إلى جمعنا ناقص 18 أو زائد 17 غتعطينا ناقص أو، تبقى لنا وحدة سالبة زايدة، هذه هي شحنة الأيون. ألور الكلور الرمز ديالو هو سي إل، مادام عندنا ناقص أو عندنا واحد ناقص، يعني نديرو سي إل موان، هذا هو أيون الكلور سي إل موان، صحيح سي إل موان. نمشيو عند الكالسيوم، ألور أيون الكالسيوم العدد الذري تاعو نشوفو منين نجيبوه، عدد الالكترونات تشوفوا من جيبو، عدد الشحن الموجبه للنواة هو 20، يعني العدد الذري هو الزاد كيساوي 20. عدد الذري، علاش؟ لان عندنا الشحن الموجبه هو 20. مزيان. عدد الالكترونات غادي نشوفوا، شحنة الالكترونات هي ناقص 18 او، يعني عدد الالكترونات هو يكون هو 18، لان عندنا عدد الالكترونات 18، لان عندنا ناقص 18 او، هذا هو الشحنة. شحنة النواة، النواة غتكون هي 20 أو بدون نقاش. دي شحنة النواة، علاش؟ لأن النواة زاد أو ما كنناقشوش. شحنة الأيون إلى جمعنا 20 أو ناقص 18 أو غتعطينا جوج أو، موجب هنا جوج أو، هنا 20 ناقص 18 عطينا جوج، صحيح؟ رمز الأيون، الرمز تاعو الكالسيوم سي أ.
عندنا دو او عندنا جوج ديال او موجب ما كانش ناقص عندنا جوج او يعني نديرو جوج زائد دو بلس اي سي ا دو بلس تفقين نمشيو عند ايو الكبريتور غنشوفو المعطيات ونستخرجو منهم الباقي شو حنا تنوا 16 او يعني الزاد كتساوي 16 نشوفوا عدد الباقي عدد الالكترونات ما عرفناش عدد الشحن الموجبه في النواه ما دام عندنا زاد كتساوي 16 دونك 16 شحنات الالكترونات ما عرفناش حتى نعرفوا شحنات النواه 16 شحنات الايون مازال ما عرفناش اذا هذا دو موا اش كتعني دو موا يعني اكتسب الكترونين الوغ ملي كان عندي الذره كان عندها 16 اكتسبت جوج غتولي عندها 18 يعني عدد الالكترونات هو 18 متفقين صحيح الوغ شحنه الالكترونات هي ناقص 18 صحيح شحنه الايون الى جينا نجمعوا نلقاو ناقص 18 زائد 16 هي ناقص 2 او هي شحنه الايون ايون كامل هذا كامل الشحنه ديالو هي ناقص 2 او اذا نتمنى انكم تكونوا فهمتوا هذا التمرين هذا ونتلاقاو ان شاء الله في الجزء الثاني اذا الجزء الثاني ضغطوه هنا غتلقاو الجزء الثاني ولا غنعطيكم الرابط هنا ثم كذلك اللي بغى يدوز للدرس 4 كليك هنايا وكذلك تلقاو كل الدروس على الموقع تاعنا اكاديميه العلوم اذا الرابط حداكم ما تنساوش الله يرضى عليكم تضغطوا على الزر جيم باش لان كل ما ضغطوا على جيم وكل ما لقينا اقبال على الفيديوهات كل ما زدنا لكم دروس اخرين كل ما زدنا لكم مواد اخرين دونك شجعونا نعاونكم الوغ صابوني سجل باش يوصلك اي حاجه جديده توصلك بلا ما يعني تبقى تقلب عليها يعني شكرا.